بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم يا رب تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فكنا قد وصلنا في المحاضرة الماضية إلى الجواب عن شبهة أن القرآن المكي ليست فيه ثقافة ولا استنارة ولا تقدم ولا رقي، وأن القرآن المدني قد اشتمل على الثقافة والاستنارة والتقدم. واستدل قائل هذه الشبهة على ذلك بأن القرآن المكي فيه عنف وشدة وقسوة، وأن القرآن المدني فيه رحمة ولين وصفح وعفو وتسامح. وقد رددنا على هذه الشبهة بقولنا إن القرآن المكي فيه ثقافة واستنارة أيضا وتقدم ورقي وسمو، لأن الرحمة هي أن نضع الشيء في موضعه. الرحمة من الرحمة أن نجازي المحسن على إحسانه وأن نعاقب المسيء على إساءته. كذلك القرآن اشتمل على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، وهذه الخاصية يعني شملت القرآن الكريم كله، فاشتمل القرآن على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. فقولهم إن القرآن المكي قد اشتمل على العنف والقسوة، وأن القرآن المدني اشتمل على الرحمة والصفح والعفو، هذه مغالطة. ونستطيع أن نرد على هذه المغالطة بأننا سنجد الشدة في القرآن المدني أيضا لأنها من الرحمة، فالرحمة أن نضع حدا للمسيء والمتطاول. وقد وجدنا آيات من القرآن الكريم المدنية فيها وعيد وتهديد لمن يفعل شيئا أو يرتكب شيئا يغضب الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه آية اشتملت على الوعيد والتهديد لمن يكتم العلم ويكتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية وفي تشريعاته الحكيمة، وهذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية. كذلك نجد السماحة ونجد التسامح ونجد العفو ونجد الرحمة في القرآن المكي. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن. فالآية الأولى في سورة الأعراف وهي مكية، والآية الثانية ادفع بالتي هي أحسن في سورة فصلت وهي أيضا مكية. كذلك مما استدل به قائل هذه الشبهة أننا نجد سبابا في وتهديدا ووعيدا في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ونجد أيضا سبابا في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، ونجد سبابا في سورة الفجر فصب عليهم ربك سوط عذاب. ولا شك أننا عندما نقرأ هذه الآيات نتساءل أين السباب الذي تزعمه يا قائل هذه الشبهة؟ ليس فيها سباب، وإنما سورة تبت يدا أبي لهب وتب نزلت ردا وردعا وزجرا لأبي لهب ولزوجه أم جميل بنت حرب، لأنهما صنعا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألوان الإيذاء ويعني الشدة والاعتداء عليه صلى الله عليه وسلم باللسان أو بالفعل بوضع الأمور أو القاذورات أو يعني الأشواك أمامه صلى الله عليه وسلم في طريقه، أو كانوا يعني يشوهون صورته عن طريق النميمة وما أشبه ذلك، فنزلت الآية لترد عليهم. وأيضا لأن أبا لهب
قال له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فرد الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه السورة الكريمة، فليس فيها سباب ولا شيء يشبهه، وإنما هو رد وزجر له تبت يدا، هذا خبر بهلاكه أو أنه دعاء عليه بالهلاك، فالتباب هو الهلاك. سورة العصر أيضا ليس فيها شدة وليس فيها عنف، وإنما هي تبين لنا أن جنس الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهي تقسم الناس فريقين، فريق هالك وفريق ناج، وبينت لنا أسباب النجاة. وسورة الفجر أيضا ليس فيها سباب ولا عنف، إنما هي إخبار من الله جل وعلا عن طغيان هؤلاء وكيف عاقبهم الله على طغيانهم، كيف عاقبهم الله تعالى على طغيانهم، فليس فيها سباب ولا عنف. أيضا من الشبهات التي أثارها بعض المشككين حول موضوع المكي والمدني، قالوا إن القرآن المكي قد خلا من المناقشة ومن الجدال بالمنطق والأدلة والبراهين العقلية، بخلاف القرآن المدني فإننا نجد فيه المجادلة بالبراهين العقلية وبالمحاجة والمجادلة بالتي هي أحسن. فمثلا يقولون القرآن المكي خلا من المناقشة العقلية، ويستدلون على ذلك بقول الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فلم يناقشهم، ويستدلون على أن القرآن المدني قد امتاز بالمجادلة بالتي هي أحسن وبالمناقشة عن بالبراهين والأدلة العقلية بقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وبذلك يقولون القرآن قد تأثر بالبيئة، وغرضهم من ذلك هو التشكيك أو إنكار أن يكون القرآن قد نزل من عند الله. والرد على ذلك أيضا بإذن الله سهل ميسور. لماذا؟ لأننا عندما نستعرض ونستقرئ آيات القرآن الكريم سنجد كثيرا من السور المكية اشتملت على المناقشة، مناقشة المشركين ومناقشة اليهود بالأدلة والبراهين العقلية. فمثلا على سبيل المثال الله تعالى يقول في سورة الواقعة وهي مكية نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أليست هذه محاورة ومجادلة ومناقشة والتسليم لهم ببعض المقدمات حتى يصل بهم القرآن الكريم إلى الحق الذي لا محيص ولا محيد عنه. في سورة النبأ الله تعالى يتحدث معهم، مع أولئك المنكرين للبعث بعد الموت، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم يقيم لهم الأدلة بعد أن هددهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أقام لهم تسعة أدلة على إمكان وقوع البعث بعد الموت، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ولا شك أن القادر على خلق هذه الموجودات والكائنات وإنشائها وابتدائها من العدم قادر من باب أولى على إعادة الناس مرة أخرى إلى الحياة بعد أن أوجدهم، فالقادر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى. أليست هذه مجادلة ومناقشة بالأدلة والبراهين العقلية؟ كذلك الآية التي استدلوا على أنها من القرآن المدني لو كان فيهما آليات إلا الله لفسدتا، هذه الآية في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء مكية، وسورة الأنبياء مكية، فهذه دعوة باطلة. قولهم قل يا أيها الكافرون ليست فيه مناقشة
وليست فيه مجادلة ولا إقامة للأدلة العقلية، لأن هذه السورة الكريمة نزلت ردا على دعوة أولئك المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد إلههم سنة وأن يعبدوا إلهه سنة، فنزلت بالأمر الحاسم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. إذن هذه الدعوة دعوة فارغة ودعوة باطلة. من الشبهات أيضا التي أثارها بعض المشككين في القرآن الكريم حول موضوع المكي والمدني أن القرآن المكي خلا من التشريعات التفصيلية، وأن القرآن المدني انفرد بالتشريعات التفصيلية كالمواريث والوصايا والزواج والطلاق والبيوع وسائر المعاملات. وبذلك يقولون القرآن تأثر بالبيئة، وما دام أنه قد تأثر بالبيئة فهو ليس من عند الله سبحانه وتعالى. والرد أيضا على هذه الشبهة سهل ميسور. لماذا؟ لأن القرآن الكريم قد نعى على بعض الأحكام، نعى على اليهود ونعى على المشركين بعض الأحكام أو بعض الأفعال أو بعض الأقوال التي كانوا يرددونها. فالقرآن المكي أيضا عني بالتشريعات، لكن القرآن الكريم كما قلنا هو في أعلى قمة البلاغة، والبلاغة مراعاة مقتضى الحال. فإذا كانوا يقولون أن القرآن المكي قد خلا من التشريعات وأن القرآن المدني قد انفرد بالتشريعات التفصيلية، فإننا نقول لهم هذا ما يقتضيه العقل السليم والمنطق. لماذا؟ لأن القرآن المكي قد أصل ودرب الناس وصحح لهم العقيدة، فإذا ما آمنوا أن المشرع هو الله وأنه لا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأقام لهم الأدلة على وحدانية الله وعلى أنه واجب الوجود، فلا شك أنهم بعد إيمانهم سيخضعون لهذا الخالق العظيم، لهذا الإله الواحد الأحد في كل ما أمرهم به، لأنهم علموا أنه المستحق للعبادة دون سواه. فالقرآن المكي أصل وتدرج بالناس في ترسيخ العقيدة الصحيحة أولا في نفوسهم وقلوبهم، ثم أتى القرآن المدني ليشرع لهم التفصيلات. فلا يمكن أن يطبق الناس أو أن يمتثل الناس الأوامر والنواهي وأن يقوموا بأداء التكليفات التي كلفهم الله بها دون أن يعتقدوا اعتقادا صحيحا جازما يقينيا بأنه المستحق للعبادة دون سواه. كذلك يقولون إن القرآن قد تأثر، القرآن تأثر بالبيئة، لأن القرآن المدني جاءت فيه التفصيلات والتشريعات التفصيلية وجاءت فيه مطنبة، فقد تأثر ببيئة اليهود في المدينة. وهذه الدعوة أيضا نستطيع أن نرد عليها بأن نقول: كيف للقرآن أن يتأثر ببيئة قد نعى عليها بعض أفعالها؟ فالقرآن الكريم، القرآن المدني نعى على اليهود، نعى على اليهود في المدينة أنهم عطلوا بعض الأحكام، ونادى عليهم قائلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال لهم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. كيف يتأثر بهم ويأخذ عنهم ويقلدهم في طريقتهم ومنهجهم، ثم يصحح لهم أغلاطهم ويقوم أخطاءهم؟ لا شك أن هذا لا يصدقه عقل. كذلك إذا حاولنا أن نقارن بين التشريع الإسلامي في المدينة وبين التشريعات عند أهل الكتاب، التشريعات الإسرائيلية،
سنجد أن القرآن الكريم إنما هو تشريع للبشرية كلها، تشريع عام مصلح لكل زمان ومكان. أما التشريع الإسرائيلي، أما التشريع عند أهل الكتاب فكان تشريعا خاصا، كان تشريعا خاصا بفئة معينة وموقوتا بوقت معين. فكيف يأخذ التشريع العام عن التشريع الخاص؟ لن يستطيع أن يقلده أو أن يتأثر به، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية نزولا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. من الشبهات المثارة حول المكي والمدني أيضا، قالوا الشبهة الخامسة: المكي فيه قسم بالضحى والشمس والقمر والنجوم والفجر والعصر والليل والنهار والتين والزيتون. قالوا تأثر القرآن بالبيئة الساذجة التي تشبه بيئة مكة تأخرا وانحطاطا، يعني تأثر القرآن بالبيئة، فأهل مكة كانوا يعني يتأثرون بالمحسوسات التي حولهم، فالقرآن نزل يقسم بهذه الأشياء المحسوسة لأنها كانت معروفة ويعني موجودة ومشهورة عند من يعيش في مكة. أما القرآن المدني فقد خلى تماما من القسم بهذه الأشياء المحسوسة، لأن القرآن تأثر ببيئة المدينة. والرد على ذلك أننا نقول يفهم من هذه الشبهة أن أهل المدينة أرقى وأعلى وأذكى من أهل مكة، والواقع والتاريخ يثبت أن أهل مكة كانوا أذكى وأرقى وأوفى وأعلى في ثقافتهم وفي أخلاقهم من أهل المدينة، فالتاريخ أعدل حاكم والتاريخ خير شاهد على أن مكة أهل مكة كانوا يتفوقون ويمتازون على أهل المدينة. أما قسم القرآن الكريم، قسم القرآن المكي بالمحسوسات، يعني دعوة انحصار القسم في القرآن المكي بالمحسوسات فقط كالشمس والقمر إلى غير ذلك مما ذكروه، فهذه دعوة باطلة، دعوة من لم يتأمل ويستقرأ القرآن المكي استقراء كاملا واستقراء تاما. فإننا نجد في القرآن المكي أيضا قسما بالأمور المعقولة وليس بالأمور المحسوسة فقط، فالقرآن يقسم فيقول ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن يقسم بالملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ويقسم بالنفس ونفس وما سواها، ويقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ويقسم بذات الله فوربك لنسألنهم أجمعين، ويقسم برب المشارق والمغارب. ولا شك أن المقسم به في هذه الآيات التي تلوتها على مسامع حضراتكم إنما هي أمور معقولة غير محسوسة، لا تحس بالحواس الخمسة. كذلك القرآن الكريم، القرآن المكي عندما أقسم بهذه المخلوقات المحسوسة فالغرض من هذا القسم أن يستدل، أن يلفت الأنظار إلى عظمتها وأن يستدل بعظمتها على عظمة من خلقها، فلا شك أن عظمة المخلوق تدل على عظمة من خلقه. الشبهة السادسة، قالوا القرآن المكي افتتحت بعض صوره بألفاظ مهملة لا معنى لها، يعني ألفاظ غير معقولة المعنى، ويقصدون بذلك الأحرف المقطعة في بدايات بعض السور: ألف لام ميم، ألف لام را، ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، كاف يا عين صاد إلى آخره. قالوا فالقرآن المكي فيه خطاب بالمهمل، مهمل يعني كلام لا يفيد، لا يفهم منه شيء،
والقرآن وصف بأنه هدى وبيان للناس أجمعين، فكيف ترد فيه بعض الألفاظ المهملة التي لا معنى لها؟ والرد على ذلك نقول: الأحرف المقطعة في بداية بعض السور لها معنى ولها غرض، اختلف وتعددت أقوال العلماء فيها على قولين رئيسين. القول الأول قالوا أنها مما استأثر الله بعلمه، والقول الثاني قالوا هي لها معنى ولها فائدة ولها حكمة ولها غرض ولها مقصد، وغرضها التحدي والإعجاز. وكأن القرآن الكريم يقول للعرب الفصحاء البلغاء: هذا هو القرآن مركب من جنس هذه الحروف التي تركبون منها كلامكم، ألف لام ميم ألف لام راء. هذا القرآن مكون مركب من هذه الأحرف التي تركبون منها كلامكم، فإن كنتم فصحاء وبلغاء فأتوا بمثله، يعني خذوا هذه الأحرف وركبوا منها كلمات تشبه كلمات القرآن الكريم. فهذا هو التحدي والإعجاز من ألف لام ميم. ومما يدل على ذلك أن ألف لام ميم هذه أسماء للحروف، مسمى الحرف يختلف تماما عن اسمه. فعندما أقول ألف أنا نطقت باسم الحرف، لكن عندما أقول آ هذا نطقت بمسمى الحرف، عندما أقول باء أنا نطقت باسم الحرف، لكن عندما أقول باء الباء اسم، لكن عندما أقول مثلا ضرب فإنني نطقت بمسمى الحرف. فكأن القرآن يقول لهم: هذه أسماء الحروف وهذه مسمياتها، خذوا هذه الأسماء وكونوا منها مسميات، أدخلوها وركبوها في جمل إن كنتم فصحاء وبلغاء حتى تأتوا بمثل هذا القرآن. والواقع أنهم قد عجزوا عن الإتيان ولو بصورة واحدة من سور القرآن الكريم. هذا على الرأي بأن معنى هذه الأحرف المقطعة معلوم لنا، والغرض منه التحدي والإعجاز. أما على القول بأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه فأيضا لها فائدة، يعني إذا كنا لا نعلم معناها ألف لام ميم ألف لام راء لا نعلم معناها، فهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه، فالغرض من ذكر هذه الأحرف في بعض السور الابتلاء والامتحان، الله يختبرنا ويمتحننا حتى يظهر قوي الإيمان من ضعيفه، فأيضا لها فائدة ولها حكمة، وبذلك تبطل هذه الدعوة التي يقولون عنها إن القرآن الكريم اشتمل على بعض الألفاظ المبهمة التي لا معنى لها. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الشبهات التي أثارها البعض حول موضوع المكي والمدني من آيات القرآن الكريم. وننتقل الآن إلى موضوع مهم أيضا من موضوعات علوم القرآن الكريم، وهو جمع القرآن. والمراد بجمع القرآن حفظه في الصدور، أن يحفظه الصحابة ويعني يعلمونه من بعدهم، وهكذا جيل يروي عن جيل، وحفظه وكتابته في السطور. يبقى المراد بالجمع هنا الحفظ أو الكتابة. مرادنا هنا في هذا الموضوع المعنى الثاني وهو الكتابة. وأيضا سنتعرض لنرى كيف حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن الكريم. جمع القرآن بمعنى حفظه، جمع القرآن بمعنى حفظه، هذا كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن حفظه النبي من جبريل
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسارع ويسابق ويتمتم بلسانه ويحرك شفتيه الشريفتين عندما كان يلتقي بجبريل عليه السلام، حتى قال له ربه طمأنه وبشره وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني سنجمعه لك في قلبك وصدرك ويقرأه جبريل عليك مرات ومرات. نقل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما تلقاه من جبريل إلى صحابته الكرام، ولما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم حفظوه في صدورهم واعتنوا واهتموا بالقرآن الكريم اهتماما شديدا، فكانوا يقيمون به الليل وكانوا يتدارسونه فيما بينهم، إذا جلسوا يسمع بعضهم من بعض ويتلقى بعضهم عن بعض، فحفظوا القرآن الكريم، وحفظ عدد كثير من الصحابة القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ورد في بعض الأحاديث، والحديث في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن، بمعنى لم يحفظ القرآن، ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قيس بن السكن. إذن كيف نوفق بين هذا الحديث الذي يقول فيه أنس بن مالك لم يجمع القرآن غير أربعة، وبين قولنا إن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد حفظ القرآن الكريم؟ يعني مثلا في قتل من الصحابة الذين كانوا يطلق عليهم لقب القراء، معنى القراء يعني حفظت القرآن الكريم، قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم من القراء، قتل 70، فهذا يدل على أن العدد كان كثيرا. وأنس رضي الله عنه يقول لم يجمع القرآن غير أربعة فقط. كيف نوفق بين هذا؟ الجواب الذي ندفع به هذا التعارض ونزيل به هذا الإشكال، وهو أصح الأقوال في ذلك، هو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: مقصد أنس رضي الله تعالى عنه وهو يقول لم يجمع القرآن غير أربعة، قصده لم يجمع القرآن من الخزرج، لم يجمع القرآن من الخزرج، وقوله لم يجمع القرآن من الخزرج لا ينافي ولا يعارض أن يكون كثير من المهاجرين قد حفظوا القرآن، وكثير من الأوس قد حفظوا القرآن الكريم. ويستدل ابن حجر رحمه الله، يستدل الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا القول الذي صححه بأن المفاخرة كانت موجودة بين الأوس والخزرج في المدينة، ويروي لنا عن ابن جرير عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرج، يعني يفاخر بعضهم بعضا أيهم يستحق المجد والشرف عن غيره، فقال الأوس: منا أربعة، من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومن تعدل شهادته شهادة رجلين وهو خزيمة ابن ثابت، ومنا من غسلته الملائكة وهو حنظلة ابن أبي عامر، ومنا من حمته جماعات النحل وهو عاصم ابن أبي ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم. فذكرهم أنس رضي الله تعالى عنه، يعني أننا إذا عرفنا ملابسات قول أنس رضي الله تعالى عنه عرفنا أنه لم يقصد الحصرة، لم يقصد الحصرة، وإنما قال هذا الكلام في معرض المفاخرة بين الأوس والخزرج، بمعنى أن الخزرج ردوا على الأوس بقولهم لم يجمع القرآن منا، يعني من الخزرج، غير هؤلاء الأربعة، وإذن فقد حفظه كثير من الناس.
ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جمع القرآن في عهد النبي بمعنى كتابته. يبقى إذن عرفنا الآن أن الجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عن طريق الحفظ، وقد حفظ كثير من الصحابة القرآن رضي الله تعالى عنهم، وأيضا كتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يستدعيهم عند نزول شيء من الوحي ويأمرهم بكتابته، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وأبو سفيان وزيد بن ثابت إلى وغيرهم كثير. فهؤلاء كانوا كتابا للنبي صلى الله عليه وسلم يستدعيهم عند نزول الوحي فيأمرهم بكتابة النجم النازل من آيات القرآن، ويحدد لهم مكان وموضع وموطن هذا النجم. ضعوا هذه الآية في سورة كذا بين الآية كذا والآية كذا. لماذا كتب القرآن في عهد النبي؟ لماذا كتب القرآن في عهد النبي؟ قالوا: ليطابق المحفوظ المكتوب، وليطابق المكتوب المحفوظ. وهذا مبالغة في حفظ القرآن الكريم. يحفظ عن طريق أن يردده الصحابة من صدورهم ويقرؤونه من صدورهم، ويحفظ كذلك بالكتابة. ثانيا قالوا: من تلك الأسباب تبليغ الوحي على الوجه الأكمل، تبليغ الوحي على الوجه الأكمل. فإذا كتب قد يحفظ بعض الناس وينسى، فإذا كتب تأكد هذا الحفظ. لكن لماذا لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مكان واحد؟ يعني القرآن كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب في أشياء بدائية على الجريد، على جريد النخل، ويكتب على العظم وبعض الأشياء البدائية، ولم يجمع في مكان واحد. لماذا لم يجمع في مكان واحد؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترقب نزول الوحي ونزول الآيات التي تنسخ بعض الأحكام التي نزلت قبل ذلك. فترقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنزول الوحي قد حال بين أن يجمع القرآن كله في مكان واحد. أيضا القرآن الكريم لم ينزل مرتبا على الوجه الذي نراه في المصحف الآن، بمعنى أنه في البداية كان ينزل حسب الحوادث والوقائع، والنبي صلى الله عليه وسلم وعندما ينزل حسب الحوادث والوقائع يأمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع هذه الآيات النازلة في سورة كذا في مكان كذا وكذا، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا يمنع من كتابة، يعني قد تنزل آيات من سورة البقرة ولم تكتمل سورة البقرة بعد، ثم تنزل آيات من سورة المائدة، فكيف يجمع في مكان واحد؟ هذا كان يقتضي أن يكتب ثم يمسح ويزال ويمحى، ثم يكتب هذه مكان هذه، وهذا فيه مشقة وعسر. يبقى إذن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الحفظ وبطريق الكتابة، لكن كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن موجودة في مكان واحد، وإنما كانت متفرقة. كذلك أيضا كتب في عهد النبي حتى يطابق المحفوظ المكتوب والمكتوب المحفوظ، وحتى يبلغ القرآن الكريم على أكمل وجه. جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والسبب الجمع لما استحر القتل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني كثر القتل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ووقعت موقعة اليمامة، وارتد بعض الناس عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجاءه عمر رضي الله تعالى عنه ويقول: يا خليفة رسول الله، قد كثر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخشى أن يموت عدد كثير منهم، فأقترح أن نجمع القرآن الكريم وأن نكتبه. فتردد أبو بكر في بادئ الأمر، ثم بعد أن فكر وتروى علم أن رأي عمر رضي الله تعالى عنه فيه الخير، فاستدعى زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وأمره وكلفه بكتابة القرآن الكريم، وكلفه بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد. والباعث على كتابة القرآن في عهد أبي بكر، يعني السبب في كتابة القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هو الخوف من ضياع شيء من القرآن الكريم، خصوصا وقد ازداد وكثر القتل والموت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجمع القرآن في عهد أبي بكر في صحف، وهذه الصحف كانت عنده، ثم لما توفي أخذ الصحف عمر رضي الله عنه، ثم لما توفي عمر وضعت هذه الصحف عند حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. امتاز جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقرآن ببعض الأشياء. أولا، اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته، يعني جمع القرآن المتواتر، أما ما نسخت تلاوته فمحاه ولم يكتبه، وجرد هذه الصحف منه. ثانيا، لم يقبل أن تكتب آية في تلك الصحف إلا إذا أجمع الجميع على أنها قرآن وتواترت روايتها، فيكتب الآية أو يكتب السورة. كتب القرآن في عهد أبي بكر بجميع الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، كان مرتب الآيات على النحو الذي نراه الآن، لكن لم يكن مرتب السور. هذه أهم مميزات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الجمع الثالث للقرآن، الجمع الأول جمع النبي، الثاني جمع أبي بكر رضي الله عنه، الجمع الثالث هو جمع عثمان رضي الله تعالى عنه. والسبب في جمع سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه للقرآن أن الإسلام اتسعت رقعته وفتحت البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الصحابة رضي الله تعالى عنه في الأمصار، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرأ كل واحد منهم بقراءة قد تختلف عن قراءة صحابي آخر، وانتشرت هذه القراءات في الأمصار، وبدأ خلاف بين بعض الناس وبعضهم يقرأ بقراءة معينة فيخطئ من يقرأ بقراءة غير قراءته، وهكذا حتى وصل الأمر إلى الاختلاف فيما بينهم. وسيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قدم على عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان قد خرج غازيا في سبيل الله في بعض بلاد الشام، وقال له: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. فعزم عثمان رضي الله تعالى عنه على جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، فأرسل إلى حفصة رضي الله تعالى عنها وطلب منها الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكلف اللجنة أيضا برئاسة زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ليكتب القرآن الكريم. وبالفعل شكلت اللجنة وبدأت في كتابة القرآن الكريم،
وجمع القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وامتاز هذا الجمع بما يلي: أولا الاقتصار فيه على حرف واحد وهو حرف قريش، الاقتصار فيه على ما ثبت بالتواتر واستقر في العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعني لم يكتب منسوخ التلاوة وإنما كتب القرآن فقط، رتب فيه الآيات والسور على الوجه المعروف الآن. القرآن المكتوب في عهد أو في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه مجردا من النقط ومن العلامات التي توضح القراءة وتيسر القراءة من النقط والشكل، بخلاف ما كان مكتوبا عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان بعض الصحابة كما قلنا قبل ذلك يكتب بعض الإشارات التي يفهم منها معنى الآية كما فعل ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام يكتب متتابعات. أما عثمان رضي الله عنه فجرد المصحف مما سوى القرآن، لم يكتب فيه إلا ما أجمعوا على أنه قرآن متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أرسل نسخ عثمان رضي الله تعالى عنه نسخ هذا المصحف وأرسل به إلى الأمصار واجتمع الناس على قراءة القرآن الكريم. وأيضا من مميزات مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كتب برسم معين عرف بعد ذلك بالرسم العثماني الذي يشتمل على أكثر من قراءة في رسم واحد، في رسم الكلمة رسما واحدا لكنه يشتمل ويتضمن أكثر من قراءة. وبذلك نكون قد انتهينا من بيان هذا الموضوع المهم، وهو جمع القرآن الكريم بمعنى حفظه في الصدور وبمعنى كتابته في السطور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وفقها وفهما، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.